الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير. السنة اللي قال دي مدرسة فاوروبا الدوري تعيش معاه. اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحزم امام. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي. مساء الخير وحلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي. والنهاردة معانا الثعلب والعالمي وطبعا حازم بعد رحلة طويلة في امريكا ما خدش 75 يوم ايامه كلها اجازه يا رب وكده. فرحه دايما فرحان بيصيف اكتر مكان في المدرسه. يا تعالى الحمد لله على السلامه يا اخي سيف. عامل ايه؟ عمالين نزعلك فيديوهات حاسس طولت انا شويه معلش. لا بقيت طولت ايه 25 يوم طولت شويه بس فتره تاخدها كويس واحده وانس اير يعني مش مشكله. انت السنه دي هي دي مره واحده فعلا انا بس احدث لك خمس اجازات حاجات الحاجات الثانيه كلها قصيره خفيفه هي يومين حقنه خفيفه كده لكن دي قعدت شويه كتير 25 كان عندي شويه شغل كده فقعدت شويه طولت يعني هناك والدنيا كويسه اتبسطت الحمد لله كله امور ماشيه كويس رجعت الديلز كويسه يعني الحمد لله كابتن مصر الحمد لله. هل لما بتاخد اجازه شهر تابعكم من هناك بتاخد اجازه شهر بتقبضوا برضه مش شهر ده 20 يوم نص شهر بتقبضوا برضه ولا لا لا 20 يوم قعد 22 يوم وبعدين كلمني قال لي خلاص ده قانون العمل قال لي خلاص راجع لك كمان اسبوع قانون العمل ايه 31 يوم في ايه؟ في الاجازه في السنه ايوه ده بياخد 31 يوم في الشهر خش على الحلقه خش على الحلقه خش على سيبني في حالي يا عم يا عالمي ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام الدنيا ايه؟ الدنيا 100 الاسبوع ده ايه؟ اتغلبت 68 57 يعني السكور قريب جدا بس برضو فرق يعني مش عارف بقى ممكن نغير تاني ما ينفعش بقى ليا وايلد كارد تاني ليك اكيد حاسس هبتدي بقى الدور التاني انت عملت انت لوحدك ثلاثه لغايه دلوقتي لا ده عكس طبيعه البشر كلها بس ماشي يعني بقى. طب احنا عايزين بس في البدايه بنعزي سمير عبد الوهاب في وفاه والده زميلنا سمير طبعا البقاء لله والعزاء يوم 17 يناير في كنيسه العذراء بالمرعشلي للزمالك والساعه 6 ان شاء الله باذن الله وطبعا يعني ربنا يصبره. مين اللي فرق معاك الاسبوع ده؟ راشفورد اكيد ويمكن راشفورد كان ماشي كويس وجايب جونين وطلع في دقيقه 53 يعني كنت عايز انط في اجيب سوسكار ده من دماغه لان ما صدقت ان الكابتن يجيب جوان بس طلع متعور بعد كده ويمكن دي من الحاجات اللي خففت الالام شويه لكن الاسبوع ده ماشي معايا بصراحه يعني راشفورد جاب جون ابراهام جاب جون فاردي عمل جون مارسيال جاب جون ريتشاردسون جاب جون فده خلاني رفع لي الموضوع شويه لكن زي ما بقول لك راشفورد عشان كابتن الفرقه طبعا كان الجونين بتاعه عملوا له 24 نقطه ففرق معاه كويس وكان وطالع في الدقيقه حاجه و50 56 يعني لو كان كمل كان ممكن يجيب له جون الجونين بتوع دول اللي عملوا معاك المصلحه 24 نقطه كويس عالمي مين اللي فرق معاك؟ مارسيال جاب جول وهو الكابتن ف 16 نقطه وصلاح عمل اسيست خد 6 بوينتس ايو من كريستال بالاس جاب جول 9 بوينتس وفاردي عمل اسيست خد 5 بوينتس دول اكتر اللعيبه وارنولد طبعا ليفربول شغال كويس جدا دول اكتر لعيبه جابوا لنا جابوا لي بوينتس كنت قريب من ان انا اكسب لكن في ناس يعني زي تراوري لعيب كبير جدا في ولفرهامبتون ما جابليش الا نقطتين بس وديلي علي توتنهام نقطتين بس هم دول اللعيبه اللي اثروا معايا يعني طيب يعني نتائج الاسبوع اللي جايه قبل بس ما نروح لنتائج الاسبوع اللي جايه برشلونه ورحيل بالفيردي واكيد يعني منافسه كبيره جدا السنه دي ما بين الريال وبرشلونه في الدوري والاثنين قريبين من بعض جدا. يا بص فالفيردي مدرب ما تقدرش ان هو تقول ان هو فشل مع برشلونه لانه كسب الدوري موسمين ورا بعض وما زال متصدر الدوري السنه دي ومتصدر مجموعته في الشامبيونز ليج ولكن يعني في عدم اقتناع بالاسلوب لعب برشلونه، الناس حاسه ان الامكانيات الفرديه فقط وامكانيات اللعيبه الفرديه فقط هي اللي بتكسب برشلونه ماتشات. برشلونه نادي ليه هويه، ليه ايدنتيتي، اتزرعت من سنين من اخر الثمانينات حتى من قبل كرويف. وكرويف بعد كده دعمها وبعد كده جه طبعا جوارديولا ونفس طريقه اللعب بتاعت الاستحواذ والكاونتر بريسنج الضغط المرتد وان ليه طريقه او مدرسه برشلونه ان مش مشكله ان انا حتى ما اكسبش بس العب بطريقتي والعب باسلوبي. فالفيردي واحد من المدربين اللي ما قدرش ان هو يتمسك بهويه برشلونه ان هي مدرسه تدريبه غير برشلونه تماما.
وهو ده اللي خلى ان في عدم اقتناع من الجمهور بشكل كبير. بيفكرني بشكل كبير جدا لما مارتن يول مسك اياكس. مارتن يول لما مسك اياكس كان ماشي كويس جدا وبيكسب بطولات وشغال كويس جدا، لكن كان في عدم اقتناع من جمهور اياكس لان مارتن يول غير طريقه اللعب ولعب 4-4-2 وابتدى ان هو يعمل كروسات كتير وابتدى ان هو يلعب كور مباشره. فجمهور اياكس رغم ان هو حتى بيكسب الانديه اللي زي دي، الموضوع بالنسبه لها مش موضوع مش مكسب وخساره، لا يعني ليه طريقه واسلوب، لكن انت بتلعب باسلوب لعبنا اللي احنا بنيناه بقالنا سنين ولا لا. فانا في رايي ان كان في تخوف لدى المسؤولين ان هويه برشلونه تضيع مع الراجل ده. فهو ده اللي خلى التغيير. جه طبعا ماتش التورنمنت بتاعه السوبر بتاعه السعوديه بتاعه السعوديه، الجمهور زام عليه خلاص، نفذ صبر الناس ولا غير صبر الناس. إن على فكره الراجل ده في انا في رايي ان هم بقى لهم فتره حازم عايزين يمشوه، وفي كل مره الباك اب بتاع اللعيبه كان بيخليه يقع لان ميسي مقتنع بيه جدا على المستوى الانساني وعلى المستوى التدريبي، وسواريز واللعيبه الكبار اللي موجودين في اياكس حاجه في برشلونه اسف. حاجه الثانيه هو من ضمن تغييره، يعني مثلا عمرك ما هتلاقي مثلا ان واحد من الثلاثه اللي بيلعبوا على الدايره الاثنين اللي فوق دول حازم في 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 برشلونه، تلاقي منهم لعيب اللي هو اصلا مش نمره 8 جامد زي مثلا طول عمره في جافي، في لعيبه اللي هي بتلعب نمره 8. دلوقتي اللي بيلعب دي مثلا فيدال. فيدال لعيب مش اللعيب اللي هو يقدر يحافظ لك على الكره تحت ضغط. الحاجات الصغيره دي في رايي هي اللي اثرت على طريقه لعب برشلونه وخلت الناس مش مقتنعه ان فالفيردي يفضل موجود. حازم، هل يعني في مدير فني ممكن يحقق النتائج دي؟ الجمهور يزوم عليه، الاداره تتخض تمشيه. يعني انا قريت في كذا حته ان الاداره ما كانتش متوقعه ان الراجل، ان جمهور برشلونه مثلا في العالم في ماتش اللي كان في السعوديه في السوبر الاسباني ان الجمهور يزوم عليه بالشكل ده. بص يا شيخ، يمكن برشلونه زي ما ميدو قال ليه هويه، وطبعا كانت احسن فتره. طيب يعني هنرجع إيه تاني إيه بس لازم احب اطلع الفاصل اول ما يبتدي يتكلم فاصل ونرجع لكم تاني. طب سالتني ليه؟ نرجع تاني ونتكلم على فالفيردي وبرشلونه مع الثعلب حازم. بص يا سيف، يمكن فالفيردي من اول ما جه كان اختياره غريب شويه، لانه مش ماشي مع، يعني دايما برشلونه من الفرق الكبيره اللي لازم يجيب مدرب كبير. فالفيردي مدرب عادي، ما كسبش حاجات كتير مع اتلتيكو بلباو، ويمكن ده هو اكتر فرقه اشتغل معاها، وبالتالي كان اختيار غريب. حتى الاختيار الجديد ده برضه غريب شويه بالنسبه للجماهير، يعني دايما الناس شايفه زي تشيلسي وزي مانشستر وزي الفرق الكبيره وريال مدريد بيجيب مدربين كبار شويه، لكن برشلونه بيروح لناس غريبه، يعني اوت اللي هي مش في الدايره بتاعه المدربين الكبار. في مدربين ليفل A و B و C، هو بيروح في حته تانية خالص، وده اللي بيخلي دايما الجمهور عنده تحفز على المدرب قبل ما يلعب، ودي مهمه جدا. الاسم بيفرق، يعني حتى لما جه بينيتيس على ريال مدريد كان عنده تحفز كبير الجمهور، عشان كده بينيتيس ما كملش كتير لانه يعني ما كانش بقيمه ساعتها. بينيتيس كان مدرب كويس، لكن لما جه ريال مدريد ما كانش بالقيمه اللي هو كان جاي من نابولي، مش عامل نتائج ايجابيه كبيره يعني. فبرضه نفس الحال بالنسبه لبرشلونه، الاسم اول ما بيجي يا سيف ما بيبقاش فيه مسانده، وده يمكن حصل مع فالفيردي من اول يوم في تشكك ليه. فعشان كده وهو بيلعب على طول اول ماتش ليه تفتكر اول ماتش ليه ايه؟ فكرني اول ماتش كنا في السوبر الأسلامي. كنا في السوبر صح. ايوه صح صح، شال الماتشين. انا هفتكر غير لو كده. ايوه صح، انا قلت برضه ايه. ايوه صح، انت قلت اكيد معلومه مكتوبه، معلومه حد في ودنك. زي ما بقول لك، يمكن شال الماتشين، شال الماتشين بشكل سيء جدا، ويمكن اتغلب هنا وهناك يعني. بس عايز اقول لك دي مهمه جدا في اختيار المدير الفني لاي فرقه كبيره يا سيف، بتفرق جدا التمهيد بتاع. يعني مثلا تشيلسي مثلا لما جاب لامبرد مش مدرب كبير، بس الجمهور ساندو، المسانده الجماهيريه مهمه جدا للانديه الكبيره. يمكن تشيلسي مش عامل احلى نتائج، لكن لما بيكسب الناس في ظهره. تشيلسي اول ماتش في الدوري خسر من مانشستر تقريبا 4-4، وتاني كان ده اول، كان اول ماتش في الدوري بره ملعبه. اول ماتش بعديها على طول في تشيلسي في ستانفورد بريدج، الجمهور كله منزل يوفر لامبرد، مانو شايل 4 اول ماتش، وشايل في السوبر من ليفربول، بس في مسانده. ده مش موجود في 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 برشلونه، مش موجود مع مدرب حتى جديد. غريبه ان انت تمشي في توقيت يعني ريال مدريد وبرشلونه معلقين مع بعض متساويين في الجدول، يعني برضه مخاطره ان انت اتليست ممكن تسيبه ياخد دوري تمشيه. انا اقول لك حاجه بصراحه، اي نعم هو متصدر الدوري، اي نعم هو متاهل للتشامبيونز ليج لغايه دلوقتي طبعا بشكل كويس يعني، بس دي حاجات طبيعيه بالنسبه لبرشلونه. هو مش بيعمل حاجه اكسترا، انت جايب لعيبه كتيره، جايب لعيبه كل سنه بتشتري لعيبه كويسه. توقيت حازم بس، ما انا بقول لك توقيت انت بتخسر بطوله مفروض سوبر
المفروض بتلعب حتى مش بتلعب مع ريال مدريد, انت بتلعب مع الاقل نوعا ما اللي هو اتلتيكو مدريد, فرقه طبعا كبيره وكل حاجه, لكن ما اديتش الاداء الجيد في الدوري. انت خسران ماتشات كتيره السنه دي, ما بتلعب ماتشات كتيره بتكسبها في اخر لولا ميسي, ما بتلعبش الشكل حتى اللي هو الطبيعي. يعني دايما زي كان ميدو بيتكلم ان برشلونه ليها هويه طول عمرها التيك تاك والاستحواذ والسيطره. دلوقتي برشلونه ما بقاش عنده الصوره دي, ما بقاش عنده اللعب لا بقت ليه بيلعب طويل, بيلعب على فرديات لعيبه, مش فيش لعب جماعي اللي هو لو شلت ده وحطيت ده هم نفس السيستم, مش موجود. بقى زيه زي اي فرقه طبيعيه بتلعب وبتكسب, بس زيه زي اي فرقه. ما فيش جماليه الاداء اللي كان دايما بيميز برشلونه عن اي فرقه في العالم. برشلونه كان لوحدها في حته وكل الفرق العالم. ريال مدريد كان قوي بس ما بيلعبش زي برشلونه الكره الممتعه. فبرشلونه ما عندوش الحته دي دلوقتي. زي لما تيجي تتفرج على ماتش برشلونه انت مش مستمتع زي زمان, وما تقولش الله على كوره غير لما بتكون مع ميسي. لكن ما فيش حاجه, ما فيش باك يمين باك شمال مع مش عارف مين, كل اللعيبه عاديه. يعني تحس المدرب ملوش شكل, او شكل برشلونه مش شكل كفرقه كبيره. مش زي مثلا دلوقتي مثلا لما تتفرج على ريال مدريد مع زيدان بيكسب من غير هازارد, بيكسب من غير بيل, بيكسب من غير بنزيما اتلتيكو مدريد وفالنسيا, وبيلعب وبيكسب فالنسيا بمنتهى السهوله. يعني فالنسيا فرقه قويه, فرقه تحس انها بقت قويه, فرقه جامده, فرقه بتشتغل على كفرقه جماعيه كويس. انا شايف ده كان قرار متاخر جدا لفالفيردي. يعني هو كان هيمشي هيمشي, بس هو اتاخر, كان لازم يمشي من اول السنه. لان بصراحه لا اداء ولا لعيبه برشلونه بتحس ان هي نفس الشكل اللي كان من 5-6 سنين. ميسي بيكبر طبعا, لكن انت عمال تشتري لعيبه, تشتري لعيبه كويسه, لكن مفيش فرق. او تحس ان الامور دايما مين كان يكسب برشلونه 4-0 قبل كده في ماتش صعب جدا. السنه فاتت ليفربول بيكسب 4 في ملعب الانفيلد وبرشلونه ما جاش. ماتشات كتير راحت من برشلونه كان ممكن يعمل فيها موسم او يعمل فيها حاجات احسن من كده. لكن زي ما بقول لك برضو المدرب الجديد ده كمان انا بقول لك هيبقى عليه مشاكل من اول ما يجي, لان اسمه مش بطموح الناس ولا طموح حتى الجمهور المصري اللي بيعشق اللي بيحب برشلونه. ممكن الحته دي تختلف في طريقه لعبه. الكلام ده شفناه برضو مع مدرب الاهلي. على فكره المدرب ده لاعب برشلونه 6 مرات تقريبا, كسب ماتشين وخسر ماتشين وتعادل ماتشين, فهو نتائجه ايجابيه معاه. لا حسب طريقه لعبه اسلوب لعبه كويس. هو كويس بس انا بقول لك حاجه, دايما المدرب اللي مش اسم كبير يعني هيبقى دايما في ايه لغايه لما اشوفك عامل ازاي. مش هتديك مش هيبقى عنده الاريحيه ان هو يلعب والناس في ظهره, لا هيستنى. او لو خسر ماتش او لعب وحش هتلاقي دايما الضغط, مين ده انتوا جايبين ده, مين ده الاسامي فين الكبيره بتاعت برشلونه. حتى لو جاب تشافي او جاب حد من برشلونه ممكن يبقى زي ما حصل مع لامبرد يبقى الامور احسن بكتير. بس هما برشلونه وارسنال الاثنين دول تحديدا انا ما بفهمش هو بيختاروا مدربين على اساس ايه بصراحه. الاثنين دول تحديدا يعني كل الفرق بتجيب مدربين كبار على المستوى الليفل اللي انت فيه اللي هو تشامبيونز ليج او عايز. لكن ارسنال وبرشلونه بيجيبوا مدربين. حتى لما جاب جوارديولا خلي بالك جوارديولا ما كانش مدرب, كان لسه طالع من سكند تيم. كسر الدنيا, لكن برضو اختيارهم مش دايما زي المنطق الطبيعي في الانديه الثانيه. في نقطه زياده اللي حازم بيقولها ان مهم جدا وانت بتحكم على برشلونه وريال مدريد بالذات ان انت تشوف توقيت الانتخابات. اسبانيا عندهم نظام انتخابات مختلف شويه. مش اي مدرب كبير كان هيوافق ان هو يمسك برشلونه دلوقتي في قبل سنه ونص من الانتخابات بتاعته, لان هو عارف ان اي رئيس نادي تاني هيجي هيبقى ممكن اول قرار يجي. يعني اي مدرب كبير عايز يشتغل مع بدايه النجاح. انا عايز اسالك في الحته دي بس بعد ما نرجع من الفصل, لان دي حته مهمه جدا. فصل ونرجع تاني مع نرجع نتكلم تاني مع ميدو على برشلونه والمخاطره اللي بياخدوها في اختيار اي مدير فني. يعني بص هم الاول حاولوا مع تشافي, سافروا له الدوحه وحاولوا معاه ان هو يبقى بديل فالفيردي, ولكن تشافي عارف طبيعه نادي برشلونه, متربي فيه, عارف ان التوقيت دلوقتي قبل الانتخابات هيبقى مخاطره كبيره جدا. ايه علاقه الانتخابات؟ لان النهارده زي في مصر انت النهارده مثلا لما بتخش مثلا في الدوره بتاعت اخر 6 شهور مع مجلس اي رئيس مجلس اداره تاني انت ما بقتش الراجل بتاعه. يعني انت هو داخل عليك. لو نجحت قوي يعني جوارديولا لما جه مسك قبل الانتخابات بسنه, فكان هو عارف دي كانت بالنسبه له يعني اول شغلانه, كان عارف ان ده ريسك بس ريسك مقبول بالنسبه له هعمله لو نجحت. مش بس هو رايح برشلونه ماشي, ما هو خلي بالك انت النهارده هو في مدرب عنده بلان ان هو يقعد اكتر من سنه غير لو نجح.
لا بس انت يعني مثلا في مدربين انا بقول لك ما ترضاش تمسك برشلونه الا مع رئيس مجلس اداره جديد او مع مجلس اداره جديد زي كومان مثلا. اصل ميدو في الكوره ما عادش فيه كده. انت النهارده هتمشي يجي جديد يجي قديم انت جامد مكسر الدنيا خلاص. لا صدقني في اوقات معينه انت زي ما في مثلا انت مثلا مسكت مدرب مثلا مع محمود طاهر وجي انت عارف الانتخابات بعدها بست شهور رصتلك وجي انت عارف مثلا ان كابتن محمود الخطيب هو اللي هيمسك بعد كده ولا تقدر تعمل حاجه. نضرب مثل سام بدري ماله مع محمود طاهر ماله وجي الكابتن الخطيب ماله كان عايز يغير الجهاز بس كان البدري ماشي بلغه الارقام غيره بس اول فرصه جات له غيره معلش اول فرصه بس طول ما هو بيكسب لا موجود ما هي دي ما هو طول ما انت بتكسب ما هو ده كويس انك ضربت المثل ده. انت دلوقتي انت في فرق ان انت انا جايب الراجل بتاعي انا اللي جايبه ده يحسب لي وفي فرق ما بين ان انا الراجل ده الراجل الكومبيتيتور بتاعي هو اللي جايبه بس هو ماشي كويس انا مستنيه لخبط لو لخبط همشيه غير لما يكون الراجل اختياري ده اختياري وانا اللي جايبه فهيفضل دايما في سبورت وفي باك اب هصبر عليه شويه هصبر عليه لغايه ما يظبط لان انت اي مدرب كوره حتى مهما كان انت ماسك مين ما في منافسه انت متعرض ان انت يحصل لك دروبس ويحصل لك نتائج سلبيه لو اللي انت جاي ما اعرفش حازم رايه ايه بس انت لو انت جاي مع راجل مختلف دايما هيبقى ريسك ان انت تتم اقالتك اعلى بكتير من ان انت جاي مع المجلس اكيد ده. لا اكيد صح فده فعشان كده لان انت مش اختيارك مش اختيار ده اختيار واحد تاني فانت النهارده واكبر دليل على كده انت عارف ان الراجل المدرب الجديد اول بند محطوط في العقد بتاعه ايه ان من حق رئيس النادي الجديد ان هو يقيله عارف كده ولا لا حاطين له بند في العقد بتاعه ان من حق يعني الحاجه الوحيده اللي يمشي فيها بدون الحصول على شرط جزائي ان من حق المجلس الاداره الجديد ان هو يقيله لان وده بند محطوط يعني قريت الاخبار وكلها موجود بس غريبا يوسع للجديد يعني هو اللي موجود ما هو هم حاطين له بند كده يعني انه هو بند محطوط له كده واضح وصريح عشان من وجهه نظرك اي مدير فني يقعد في الدوري حتى لو الدوري المصري قد ايه تحكم عليه يعني قد ايه بعد كده بقى في وقفه يتكلم مع رئيس النادي هو في علامات يعني انت النهارده انت شغال اول حاجه النادي اللي انت شغال فيه ده ليه هويه ولا ملوش هويه ولا نادي انت بتصنع له هويه من اول وجديد ولا نادي فقد هويته من زمان ده نمره واحد. نمره اتنين هل المدرب ده مسيطر على غرفه خلع الملابس وفي استجابه للعيبه لافكاره وانت شايف كرئيس نادي او اداره ان اللعيبه بتقاتل عشانه كل دي حاجات بتخليك ان انت لازم تصبر على المدرب لان تغيير المدرب يا سيف مش سهل الناس بتفتكر انه سهل اي تغيير للمدرب دايما هيبقى فيه رياكشن او قصدي التوقيت يعني انا بقول لك على كده لا يعني بكل العناصر دي امتى بقى يقف المدير الفني مع رئيس النادي ويقول نقيم بعد قد ايه بعد نهايه عقده وبعد نهايه الموسم ده الطبيعي وبعد نهايه عقده لان ده مشروع طب افرض عقده سنتين ونهايه الموسم سنه يعني ماشي انت عقده سنتين نهايه الموسم سنه عايز تقعد معايا ماشي انت شايف ايه السنه اللي فاتت ايه اللي حصل السنه الجديده ايه المفروض نعمله عشان نتطور هل انت صرفت فلوس اللعيبه اللي انت بعتها جبت لعيبه زيها حاجات كتيره جدا زي ما في ناس مثلا بتيجي تتكلم عن رحيل بعض المدربين وبتقول مثلا ان المدرب النهارده اخفق تمام طب انت بتحكم ان هو اخفق في ايه نتائجه صح وأدائه. اول حاجه الدوري المصري اداؤه ونتائجه صح الدوري المصري يا سيف انت عارف مثلا اقول لك على سبيل المثال انت عارف الماتش فات انا لو كنت كسبته كنت هبقى عاشر الدوري صح تكسب ماتش كمان تبقى سابع الدوري صح المصري لغايه شهر يناير السنه اللي فاتت كان مهدد بالهبوط وانهى الدوري في المركز الـ 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 الرابع فانت بتتكلم ماتش ماتشين بينقلوك الدوري المصري دوري مختلف تماما كل الفرق متقاربه من بعض فالنهارده الناس بتبقى فاكره ان تغيير المدرب دي حاجه سهله تغيير المدرب دي حاجه صعبه جدا لان دايما لما تغير مدرب هيبقى فيه رياكشن حازم اول ماتشين اللي هو ايه في الادرينالين بتاعت الناس اللي عايزه تثبت نفسها الناس اللي ما كانتش بتلعب المسؤوليات بقت على اللعيبه اكتر لكن بعد كده هيحصل ايه تاني حاجه اسهل حاجه بالنسبه للمدرب حازم عارف ايه ان هو لما الدنيا تبوظ منه ان هو يقول لهم مع السلامه ويدور على شغلانه تانية هو مدرب النهارده لما بيسيب نادي مش هيلاقي شغل تاني هيلاقي شغل تاني ومعلش مع احترامي انا اقول لك حاجه انا بشوف مدربين كتير جدا ومدربين كبار وهو قبل ما يمشي من النادي اللي هو ناوي يمشي منه بيكون اوريدي مضى مع النادي التاني يعني بيكون اوريدي خلاص خلص الديل بتاعه وخلص كل حاجه ومستني ان بس ايه التوقيت المناسب اللي هو يخش فيه فالنهارده احنا اول حاجه لازم نحترم المدربين اللي بتقاتل على مكان اكل عيشها رغم ان الموضوع مش سهل خلي بالك ان الامور مش سهله انت النهارده لما بتكون الفرقه بتمر بظروف صعبه وفي سوء نتائج ده ضغط كبير جدا على اي مدرب مهما كان سنه ومهما كانت خبراته ومهما كان عمره ومهما كان درب فين قبل كده ضغط كبير جدا فاسهل حاجه بالنسبه للمدرب والله يا جماعه شكرا سلام عليكم وانا اشوف مكان تاني انت عارف حبيب برضه عايز اقول حاجه في موضوع المدربين والادارات يا سيف ان معظم او يعني
يعني عدد كبير من الانديه وادارات الانديه بيجيب المدرب اللي هو متاح مش اللي هو مقتنع بيه. يعني في ناس تجيب المقتنع بيها طبعا، عشان كده من وجهه نظر يعني الناس بتمشي بسرعه في الادارات غير لما بيبقى واحد مقتنع بمدرب. لما بيبقى واحد مقتنع بمدرب بتلاقيه مستنيه سايبه لانه مقتنع بيه، زي مثلا ماجد سامي في وادي دجله، هو مقتنع بمدرب نتائجه مش كويس بس مقتنع بيه، لو ده مش مقتنع بيه كان مشي من السنه اللي فاتت. وفي مدربين بيجيبوا المتاح اللي هو ده مشي، طب ده في مين تلاقي مثلا الناس تقول له ده في كذا وكذا، اه هدى، فلما بيجي ما بيبقاش هو مقتنع بيه اصلا، في اول 3 4 نتائج مش كويسين زي منتخب مصر يروح ماشيه زي منتخب مصر. يعني في رايي ان على كوبر كنا يعني لا انا منتخب مصر دلوقتي انت منتخب مصر انت جبت المدرب المتاح 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 لان انت كان اختيارك الاول على كابتن ايهاب جلال، واقتناعك بيه ان هو الراجل اللي عنده مدرسه لعب هتقدر تفيدك في المنتخب وكل حاجه. ولما تم عدم الاداء، الكلام ده تصريح اتحاد الكوره مش احنا اللي بنقوله، لما تم ان او ما تمش اتفاق مع كابتن ايهاب جلال رحت رايح لاول واحد متاح مين اللي هو الراجل اللي انت شايفه اول واحد متاح بالنسبه لك، ورحت متوقع مع كابتن حسام بدري. وهي دي على فكره هي دي المشكله، هي دي المشكله ما لا اتحاد الكوره. انا في رايي ان المشكله الكبيره ان انت النهارده اعلنت للناس كلها ان انت كنت عايز تتعاقد في سكه ورحت رايح في سكه تانية خالص، يبقى انت ما كانش عندك اصلا في رايي يعني كانش عندك اصلا استراكشر انت بتجيب عليه المدرب زي ما حازم بيقول، ما كانش موجود عندك. والدليل على كده ان انت كنت هتتعاقد مع مدرسه ورحت المدرسه تانية خالص من هنا لهنا. لا هو الكلام ده مش مظبوط في نقطه، هو راح لمدرسه هو مقتنع بيها ملهاش معايير، مدرسه الكابتن ايهاب ولها كل الاحترام، لا ازاي ملهاش معايير ايهاب جلال من المدربين القليلين جدا في مصر اللي عنده هويه كمدرب. لا معلش انت عندك هويه بس انت بتحط بوينتس، المفروض لما تيجي تختار مدير فني تختاره على معايير. انا النهارده بتلعب كوره كويسه، لكن النهارده مدير منتخب مصر ده انت المفروض بتحط بوينتس حاجات كتيره جدا، خبرات ومواقف وبطولات وطريقه لعبه حاجات كتير. أيوة عشان تجمع كسيفي انت ممكن تتكلم. تاخد ريسك زي ما حازم بقى قال النهارده انك تروح لكابتن ايهاب جلال، ريسك ومخاطره كبيره. ريسك ممكن انت تشوف طريقه لعبه كويسه انت عندك رؤيه فيه، بس هي مخاطره يعني انت ما قيمتش تقييم. بس هو بوينت. سيف هو ميدو بيتكلم في حاجه ان انت كسيفي كابتن حسام بدري احسن بكتير، تمام، انه كسب افريقيا وكسب دوري، لكن هو بيتكلم على تقييم الاتحاد ساعتها واللي طلعه ان هو نمبر 1. ما انا فاهم. اي نعم ده اوريدي خلاص كان اي نعم ده ضد التقييم الطبيعي لان كابتن حسام اكيد انا قصدي ده مش تقييم يعني انت مش رحت انت رحت تقييم يعني انت قصدك ان اختيار ايهاب يعني الاتجاه او التوجه يعني من الاول كان غلط؟ لا انا ما بقولش غلط، انا بقول ان هو لما اقول رايك بقى بصراحه انت بتقول دلوقتي انا قلت لك مش انا ما قلتش ان هو غلط، بس انا قلت ان هو مخاطره. يعني ايه مخاطره؟ انا ممكن اجيب مدير فني عايز اقول لك حاجه، اي مدير فني جابه اتحاد الكوره في عهده اي مدير فني كان على طول مجامله تظبيط انت صاحب فلان انت ابن خالد فلان كل حاجه، حتى ميدو ما جه الزمالك دقيقه واحده بس مفيش مدربين فنيين لا 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 في لا لا ميدو ما مسك الزمالك برضه كان كده. لو انت النهارده راجل مخاطره اول مره ادرب وبتاع لا ومسكت الزمالك بقول لك يا سيدي مخاطره ايه؟ امال الكابتن ايهاب جلال في المنتخب مش مخاطره؟ لا كابتن ايهاب ما مسكش المنتخب، انا بكلمك انت لا انا مش بتكلم ان مسك عندهم سيفي قوي يا ميدو، انا مش بتكلم ان مسك، انا بتكلم ان هو كابتن ايهاب كان على اعتاب ان هو يمسك، لو مسك دي مخاطره نجاحه. انت النهارده بتاخد قرار، عايز اقول لك حاجه، النادي الاهلي لما جاب فايلر كل الجمهور قام وكل الناس قامت سي في ضعيف جدا مخاطره، مشي الراجل وكسر الدنيا خلاص الناس اخذوا خير، فطبعا انت مخاطر. انت بتجيب أيوة كابتن ايهاب جلال عشان تشرح للناس بوينتس او تشرح للناس، ده انت كنت بتجيب بالبوينتس اللي هو راجل اللي عنده بطولات ونجاحات وبتاع يقول لك مجامله وتظبيط وقصه، فهي برضه أيوة لازم يكون ليها النتائج مهمه. مفيش ولا مدرب، بص انا في رايي مفيش ولا مدرب مسك منتخب مصر الاول وكان تقدر تقول تحط كده بين قوسين ان الراجل ده تم اختياره بناء على اسمه مجامله. واجيب لك الاسماء كلها، انت بتتكلم على برادلي كان عنده خبرات كبيره جدا مع المنتخب الامريكي، لا خلينا مع المصريين. المصريين كابتن شوقي غريب راجل تدرج في السلم التدريبي من تحت خالص لغايه ما درب المنتخب الاولمبي وعمل نتائج جيده وكان مساعد لمدرب المنتخب الاول اللي فاز بثلاث بطولات، وكان حقه الطبيعي ان هو ممكن يخش ان هو يبقى المدير الفني. كويس. بتتكلم على مين تاني؟ كابتن جوهر الله يرحمه راجل لا اخبار عليه، كابتن حسن شحاته في التوقيت اللي مسك فيه كابتن حسن كان ريسك بحكم ان ما كانش عنده خبرات دوليه في افريقيا كمدرب وبتاع، لكن كان واضح ان هو مدرب كويس. طيب. كان مسك فرقه زي المقاولين كسب بيها الكاس. طب انت بقى رد على السؤال، كابتن ايهاب جلال لو مسك مخاطره ولا لا؟
ايوه هتبقى مخاطره يعني. ان هو ما خدش حاجه وما كسبش حاجه. مخاطره ما كسبش حاجه. ايوه طيب. يعني لو حقق بتقول لي اي واحد لو حقق نتائج بتاع كابتن حسام البدري دي كابتن ايهاب جلال كانت هتبقى مشكله. كان هيبقى مشكله اكبر يعني. كابتن حسام عنده مشكله طبعا بس هو هيبقى مشكلته اكبر طبعا. صح. بس برضه خش بقى في الدوري الانجليزي. ماشي يلا ما تيجي تقعد مكان يا عم. يلا عايزين اهو الساعه 1:30 بقى لك 3 ساعات. يلا يا عم عندك لسه برنامج تاني. عندي شوف عشان كده انا ما ادوليش فرصه اتكلم لان ما بيتكلم بيلخبط. يلا لكم تاني نتكلم في الدوري الانجليزي. نرجع تاني ونتكلم على الجوله 23 والماتشات هتبتدي بتوتنهام. باي باي في الاستاد اصحابي. وش الجوله 23 واتفورد مع توتنهام رايك؟ واتفورد مع اخر 5 ماتش كسب 4. اول مره فرقه من القاع توصل انها تكسب 4 ماتشات من 5 في كومباك رهيب. الماتش بقى صعب قوي على توتنهام يعني. قليل قوي لما تلاقي فرقه في البوكسنج داي او داخله على البوكسنج داي في الاخر متزايل الدوري من اول الدوري وخسر نتائج كتير جدا وغير المدربين والنهارده بيكسب 4 ماتشات من 5 يا سيف. نتيجه ايجابيه جدا طبعا. ومدرب جديد عامل شغل كويس قوي فبالتالي الماتش هيبقى صعب قوي على توتنهام. فوات ميدو ارسنال ماتش صعب. ارتيتا لسه بيحاول ان هو يحفظ اللعيبه ثقافته. ده هياخد منه وقت وبرده هو مظلوم لان ما عندوش اللعيبه اصحاب الكواليتي العاليه قوي بالذات في الديفنس اللي تقدر انها تطلع بالكره بشكل كويس. فماتش صعب لكن اتوقع ان ارسنال يفوز. حازم مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يعني في حاله جيده جدا طبعا بعد فوزه ورجوعه تاني المركز الثاني. اجويرو 177 جون يا سيف. اكتر لعيب اجنبي جاب جوان في البريمير ليج بعد قبل يعني كان تيري هنري 175 هو جايب 177. رقم كبير قوي يا سيف 177. خلي بالك ده لعب قبل كده في اسبانيا يعني مش مثلا 177 كل حياته في البريمير ليج. اعتقد مان سيتي الاقرب طبعا للموضوع ده. ميدو نورتش تعادل. استون فيلا حازم. برايتون. وست هام. ميدو. وست هام ماشيين كويس مع ديفيد مويس. وايفرتون طبعا مع انشيلوتي ماتش مش سهل. تعادل. ساوثهامبتون حازم. ساوثهامبتون نسيف عايز اقول حاجه في حته المدربين كنا بنتكلم فيها. ساوثهامبتون الدور الاول خسران من ليستر سيتي 9-0 بالمدرب. كسب ليستر الدور الثاني الاسبوع اللي فات 2-1 بنفس المدرب. لو لك ان تخيل لو مدرب خسر 9-0 اسيف في مصر او في اي حته شفتهاش دي ما قابلتهاش في حياتي. مش هتشوف لا ولو شفتها تفتكر بيضرب حاجه اساسا هيبقى قاعد في البيت بيتفرج علينا. بص والله بجد يعني خسر من ليستر 9 وعلى فكره ولعب تاني ماتش كان مانشستر سيتي في الكاس وخسر في اسبوع واحد. دي نتيجه ما تجيبلهاش وقت. سابوا الراجل يشتغل. سابوا ما ده اللي بقول لك فكره ان انت تبقى كاداره مقتنع او انت اللي جايب اللي هو الفاضي انت مش مقتنع بيه. الراجل كسب رجع تاني وكسب ليستر في ليستر 2-1 الاسبوع اللي فات. نيوكاسل ماتش صعب ان ويلفر فرقه قويه بس بتهيألي ساوثهامبتون ماشيه كويس او انكس فايق يعني. ميدو نيوكاسل. نيوكاسل تشيلسي تعادل. ليستر سيتي حازم. ليستر ملوش اليومين دول اعتقد تعادل او بيرنلي. ليفربول ماتش كبير. ليفربول ومان يونايتد تعادل. تعادل. ميدو بشكرك. شكرا يا سيف. جود لك ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. مشكورك يا سيف حبيبي وحشتني والله. يا رب اجازات نورت مصر يا كابتن حازم. انت كنت وحشتوني يا جماعه. عندنا في امريكا الحياه مش كده خالص. فين اللوكيشن كنت بتصور منه؟ البيت عندي. في البيت عندي الجنينه اللي هي ال 50 فدان دي في البيت عندكم. في المزرعه. في المزرعه. مزرعه الخيل. تكساس. بقول لك ايه اتلخبط قال لك البيت عندنا والناس هتشوف الفيديوهات وانا مش ناقص. يلا نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي وتحدي جديد الثعلب والعلامي. نشوفكم على خير. الدوري الانجليزي لكرة القدم الكولورادي فن ولعب بيه السنة اللي قال دي مدرسة في اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحازم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي